النهاردة العالم كله بيحتفل باليوم العالمي للإذاعة بعدما أقروا اليونسكو للاحتفاء بدور الإذاعة في كل الأوطان. كلنا عارفين أن مصر من أوائل الدول اللي اهتمت بدور الإذاعة. أجيال كتير جدا لها ذكريات مع برامج الإذاعة المصرية اللي بقت جزء من وجداننا وذاكرتنا وتاريخنا. علشان كده كان لازم نحتفل النهاردة بهذا اليوم مع واحدة من أهم الإذاعيات المصريات، مع إذاعية اتربينا على برامجها الدينية في إذاعة القرآن الكريم. منورانا النهاردة في استوديو صباح الخير الإذاعية المصرية القديرة الدكتورة هاجر سعد الدين، رئيس إذاعة القرآن الكريم سابقا، وليها عدد كبير جدا من الإسهامات والبرامج المهمة جدا 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 في إذاعتنا المشهورة إذاعة القرآن الكريم. صباح الخير يا فندم. صباح الخير وأهلا بكم وكل عام وأنتم بخير. صباح الخير على حضرتك، كل سنة وحضرتك طيبة، وشرف لينا أنك نورانا النهاردة في استوديو صباح الخير يا مصر. ألف شكر، ألف شكر. في البداية يا فندم حابة يعني أعرف من حضرتك، شايفة قوة تأثير الإذاعة وأهميتها بالنسبة لينا إحنا كمصريين، شايفاها إزاي إن كان في وقت اللي حضرتك عاصرتي فيه ودلوقتي، إيه الفرق؟ لا يعني هي الإذاعة ما زالت أنها هي برضو مسيطرة على أي شيء آخر، لأن أنت عارفة طبعا الإذاعة بتمتاز عن أي وسيلة من الوسائل الأخرى بأنها بتغذي العقل، الوجدان، الخيال، بتسري الخيال، كل واحد بيتصورها زي ما هو عايز، بتبقى صديقة لكل إنسان في شغله، في العربية، في بيته. صحيح. غير أي وسيلة من الوسائل الأخرى أن أنت بتبقي عايزة أن أنت يعني تركزي معاه، لكن الإذاعة ممكن أن أنت تاخدي منها المعلومة سريعة جدا وأنت بتعملي كل حاجة في بيتك في شغلك. فطبعا الإذاعة ما زالت ان هي ان شاء الله مستمرة وحتستمر، هي المصدر الأساسي للمعلومات والثقافة. كلمة الريادة المصرية يا دكتورة هاجر جزء كبير جدا منها إذاعي. ايوه يعني من سنة 34 منذ إنشاء أول إذاعة، إذاعة ماركوني، إذاعة حكومية مصرية، حتى الآن شاركت مصر عبر تاريخها في تشكيل الوجدان العربي، مش وجداننا بس، بالظبط، بالإذاعة. أيوة. نذكر أهم المحطات اللي حضرتك تذكريها. لا يعني مثلا نذكر في الحروب مثلا الإذاعة كان لها دور يعني مؤثر جدا جدا في وجدان المجتمع، سواء يعني من بدايات الحروب كلها، سواء 48، سواء 56، 73، كل ده كان له تأثير جامد جدا لدى المجتمع، ما فيش شك. يعني كمان ان هي زي ما بنقول ان هي بتربي اجيال، وانها مؤثرها تأثير فعال جدا جدا لدى عقل المجتمع، ما فيش شك يعني ان هي بتشكل وجدانه وعقله. وكل ما بتجي ثقافة في الإذاعة كل ما بيكون يرتقي المجتمع. يعني هنا دمشق، هنا القاهرة من دمشق، او المواقف الخاصة بالإذاعي احمد سعيد، طبعا، او بصوت أهم المؤثرين فهمي عمر أبلفض، يعني أنا بتكلم في تاريخ العالم العربي مش في تاريخ مصر بس. طبعا يعني مثلا كانوا من المؤسسين الأستاذ محمد فتحي، أحمد سالم، الأستاذ علي خليل، كل دول طبعا كان لهم تأثير قوي جدا جدا لدى المستمع، الأستاذ سعد لبيب، الأستاذة تمادر توفيق، مدام صفية المهندس، مدام سمية صادق، أبلة فضيلة، كل دول لهم تأثير وأكيد شكلوا وجدان يعني المجتمع ككل، مش المجتمع المصري فعلا ولكن المجتمع العربي عامة. يعني كل مثلا بتبص تلاقي أحمد سعيد كان يعني لما كان بصوته الرائع ده كان طبعا كان مؤثر في كل الدول العربية. وبرامجه السياسية كانت مؤثرة جدا في الكلام اللي هو بيقوله. طيب دكتور هاجر، بما ان حضرتك موجودة معانا النهاردة، حضرتك
صوت إذاعي مميز جدا، ويمكن ملايين المصريين ارتبطوا بصوت حضرتك جدا. فخليني يعني أستغل فرصة وجودك معانا النهاردة ونعرف السادة المشاهدين المعايير الحقيقية لمذيع الراديو. عايزة أعرف من حضرتك بداياتك كانت إزاي، أول ما ابتديتي تدخلي الإذاعة كانت عاملة إزاي، مشوارك نعرفه للسادة المشاهدين والأجيال الجديدة كمان اللي بيسمعوا اسم حضرتك وعارفين صوت حضرتك بس عايزين نعرفهم القصة أكتر. أنا الحقيقة أول ما اشتغلت كان رئيسي في الوقت ده الأستاذ عبد الرحمن عبد اللطيف الله يرحمه، هو اللي كان ماسك البرامج الدينية، أشرفت على أحاديث الصباح وأحاديث السهرة، وبعدين كان أول برنامج قدمته كان برنامج دنيا والدين، وكان يعني بجيب آية قرآنية وبفسرها تفسير، مش بفسرها يعني بوضح الدلالات العلمية اللي موجودة فيها من خلال أستاذ علوم. والحقيقة لقى برنامج ده يعني مردود كويس جدا للمستمع، فكانت مدام سامية صادق خلته طول السنة مش في رمضان بس. بعدين توالت بقى البرامج، كان رأي الدين قعدت أقدمه حوالي 30 سنة تقريبا، وكان بنرد فيه على أسئلة المستمعين، وطبعا كانت الأسئلة زمان كلها بالجوابات، ما كانش في اي وسيله ثانيه طبعا غير الجوابات، فكنا طبعا بنفتح كل الجوابات وكل جواب كنا لازم نبص فيه. مين بقى اللي كان بيفتح الجوابات؟ السكرتاريه، كان في ناس في السكرتاريه مخصوصا ان هم بيفتحوا الجوابات، وكنا بقى بنصنفها مثلا المواريث جوابات لوحدها، الاسره وهكذا، يعني كل حاجه كانت بتصنف وكنا بنجاوب على كل الاسئله. قعدت في البرنامج العام حوالي 30 سنة، وبعدين انتقلت في إذاعة القرآن الكريم، كنت مدير عام الأسرة، وبعدين بعد كده كان من أهم البرامج اللي أنا قدمتها وهو كان أفندم براعم الإيمان؟ لا، فقه المرأة. فقه المرأة، فقه المرأة في رمضان ده يعني كان لأن خبرتي في رأي الدين كان بيجي لي أسئلة كتير جدا من المستمعات، وكنت خايفة إن هم يلجأوا إلى يعني أنصاف المتعلمين عشان ياخدوا المعلومة، فقدمت لهم بقى فقه المرأة في رمضان، فكان ظريف جدا. وبرضه لنجاحه الدكتور عبد الصمد دسوقي اللي هو كان رئيس الشبكة في الوقت ده خلاه طول السنة. يعني يمكن دي من أهم البرامج اللي أنا قدمتها. برضو حبيت أقول إن الآراء الفقهية ممكن تتغير بتغير الزمن وتغير الأماكن، فعملت برنامج عالم خفاقة في سماء الفقه الإسلامي، خدت فيها تاريخ وسيرة الفقهاء وازاي أثروا الحياة الفقهية يعني بفكرهم وثقافتهم وآرائهم، ممكن انها تكون متغيرة لكن ليست متغيرة من الثوابت ولكن متغيرة في التطبيقات. طبعا كان من أهم برضو البرامج كنت بعد برنامج اللي هو ميتينج بوينت، ان كان يعني انت عارفة طبعا في ناس كتير غير ناطقين باللغة العربية سواء هنا أو في الخارج، فكنت عايزة أقدم لهم الإسلام، الإسلام الحقيقي هو إيه، وكان بيقدمه معي أنا كنت بعده، وكنا بنستضيف متخصصين، والمذيع كان الأستاذ محمد إسلام الله يرحمه، كان مذيع في البرنامج الأوروبي. يعني دي يمكن أهم بقى الحاجات. طبعا احتفالات إذاعة القرآن هي مرور 14 قرن على دخول الإسلام مصر، وسافرنا دول العالم الإسلامي كله، غطينا التراويح تقريبا من دول العالم كتيرة جدا، فكان أيضا له مردود يعني الحمد لله الحمد لله يعني مردود للمستمع. يعني سيرة حضرتك الحقيقة غنية وثرية جدا. ده فضل من ربنا والله. هو أهم حاجة عارفة الواحد يتقن العمل ويخلص العمل،
ويحس ان كل عمل واتقوا الله يعلمكم الله. صحيح. فتبص تلاقي كل ما الانسان ان هو بيشتغل بضمير ربنا بيكون معاه، تحس ان ربنا فعلا بيوجهه التوجيه الصح. فده الحمد لله يعني كان تقريبا مشواري في الاذاعه. انا عايز اتوقف عند يعني مشاهدات حضرتك على تاثير اذاعه القران الكريم على العالم الاسلامي مش العالم العربي بس. اي مشاهداتك الشخصيه، رؤيتك لجماهير هذه الاذاعه في مشارق الارض ومغاربها، اذكر لنا عدد من المواقف وبالحكايه تتضح الصوره بطبيعه الحال. يعني انا اتذكر الدكتور احمد عمر هاشم مره قال لي، انا لما كنت في المانيا حاضر مؤتمر قالوا لي في المانيا احنا بنعتبر اذاعه القران الكريم هي جامعه الازهر بالنسبه لنا. صحيح. عشان كده يعني فعلا احنا كنا حريصين في اذاعه القران ان لابد المتخصصين هم اللي نستضيفهم. يعني مثلا في الفقه استاذ فقه، حتى لو كان برنامج مثلا بيتكلم عن فقه حنفي يفضل ان احنا نجيب استاذ متخصص في الفقه الحنفي، لانه ايه هيديني اكتر وهيكون مردوده احسن بالنسبه للمستمع. ايضا مثلا احنا خدنا الدرع من اذاعه لبنان لتاثير ايضا إذاعة القرآن الكريم على الإذاعة في لبنان. مثلا لما كنا سافرنا سوريا ونقلنا من المسجد الأموي، كان المسجد الأموي يعني مزدحم بطريقة غريبة جدا جدا لاحتفاله بإذاعة القرآن الكريم. مثلا احنا وصلنا طشقند مثلا نقلنا منها تراويح، فبرضو كان يعني جمهور رهيب كبير. فطبعا هي إذاعة القرآن لها مردود كبير جدا جدا لدى المستمعين في كل أنحاء العالم الحمد لله يعني، وده بفضل الحاجة اللي هي بتقدمها، لأن طبعا الدين دين الفطرة، فأنت بتقدم الدين وكل إنسان محب إن هو يعرف دينه، فبالتالي بيكون في يعني إيه ود ما بينك وما بين إذاعة القرآن. طب كل تأكيد يا دكتور هاجر، لكن زي ما حضرتك قلتي يعني تقدم الدين من خلال رئاسة حضرتك لإذاعة القرآن الكريم، وأيضا يمكن مشوار طويل جدا في تقديم برامج دينية استمرت لسنين طويلة جدا، ده يعكس مدى صدق هذه البرامج ومدى يمكن دقتها كمان حتى في إيصال المعلومة أو حتى في أيا كان المحتوى اللي حضرتك كنت بتقدميه خلال هذا المشوار. هي. نقطة مهمة جدا يا فندم، وهي آفة مجتمعاتنا العربية الحقيقة حاليا، هي المصادر وتوثيق المصادر والمعلومة الموثقة من أهل المصدر نفسه أو أهل العلم نفسه. حابة أعرف من حضرتك إزاي كنت بتوصلي لهذه المصادر، إزاي كنت بتتحققي من محتوى اللي حضرتك كنت بتقدميه، لانه زي ما حضرتك قلتي بتقدمي الدين. شوفي انا كان باستمرار اجتماع شهري مع العاملين في اذاعه القران الكريم عشان نشوف ايه المشاكل بتاعتنا وكده يعني. فكان اهم حاجه ان انا كنت دايما اقولها لهم لابد ان احنا نستضيف المتخصص. كنت دايما حتى اضرب لهم مثلا، اقول لهم انا لو تعبانه عيني بتوجعني مش هروح لدكتور قلب، هروح لدكتور عيون، والتخصص مثلا في الشبكيه في الجسم الزجاجي، كل حاجه كل ما تكون متخصص دقيق كل ما هتدي المعلومه اكتر. ما كنتش بعترف اطلاقا الا بالمصادر الموثوق بيها. عملت مكتبه في اذاعه القران الكريم وجبت امهات الكتب عشان تبقى في متناول للمذيعين ان هم ياخدوا الكتاب ويتوثقوا من كل معلومه هم بيقولوها، فيمكن ده ساعد قوي. وكنا كل سنه بنروح معرض الكتاب نزود المكتبة دي، والحمد لله هي موجودة لغاية دلوقتي وبياخدوا منها المعلومات اللي هم المذيعين بفضل الله يعني. راضية عن الإذاعة المصرية دلوقتي في وقتها الحالي عام 2023؟
يعني أتمنى لها طبعا التوفيق إن شاء الله. أنا بس يعني أحب إن كل إذاعة أو كل شبكة من الشبكات الإذاعية يكون لها سماتها المحددة، لأن أحيانا يعني كنا زمان لما حتى أنت مش شايف أنت بتسمع إيه، لو بتدور المؤشر سمعت صوت تعرف إن ده الشرق الأوسط، سمعت حد تاني تعرف ان ده صوت العرب، صح، وهكذا. دلوقتي في تباسط شويه في طريقه الالقاء، في تشابه ما بين الشبكات، يعني ما فيش شخصيه لكل شبكه. عايزه لكل شبكه ترجع لها شخصيتها المستقله بذاتها، وتركز كل يعني البرنامج الثقافي يركز اكتر على الثقافه، البرنامج الاوروبي وهكذا، يعني كل واحد زي ما هو انشئ لابد ان هو يتمسك بما انشئ له. دكتور هاجر، حضرتك توليتي منصب مدير عام برامج الاسره والمجتمع الاسلامي في اذاعه القران الكريم عام 1995 تقريبا. ايوه. تفتكري ايه أكتر البرامج أو الأشهر وقتها اللي كانت كل الناس مهتمة بيها؟ أنا كنت ما زلت بقدم رأي الجين في البرنامج العام، وبعدين لما رحت إذاعة القرآن استمريت برضو في رأي الجين. رأي الجين كان له مردود كبير جدا، يعني أنا نتيجة برنامج رأي الجين أنا أخذت أول جايزة حصلت عليها كانت من الأمم المتحدة، اللي هي جايزة رسول السلام، كانت سنة 96، كانت نتيجة برنامج رأي الجين، ومكتوب في الجائزة لدوري في إسراء ثقافة المرأة العربية مش المصرية بس. فطبعا رأي الجين كان من البرامج المهمة جدا جدا بالنسبة لي، واللي هو يعني عمل لي جمهور عريض انتقل معايا بقى لإذاعة القرآن الكريم الحمد لله سنة 95. وتوالت البرامج، يعني اهتميت قوي بدور المرأة، عملت مثلا نساء ذكرنا في القرآن، عملت مسلمات حول الرسول عشان أبين دور المرأة إزاي كان في بداية الرسالة المحمدية يعني. دكتورة هاجر، يعني وإحنا النهاردة في اليوم العالمي للإذاعة كان سؤالنا اللي وجهناه لجمهورنا، إيه هو البرنامج اللي كنت بتسمعه وانت صغير وبتتذكره وبتتذكر بيه الإذاعة المصرية في اليوم العالمي للإذاعة؟ أنا حابب أتوجه بالسؤال ده لحضرتك. في ناس قالت لنا كلمة وبس الفؤاد المهندس، في ناس قالت لنا إناس جوهر وصوتها الجميل، في ناس قالت لنا أبلة فضيلة، عدد كبير جدا من المشاركات. على يعني أنا الحقيقة كان بيعجبني جدا أبلة فضيلة وحديث الأطفال بتاعها، وكان قبليها طبعا بابا شارو، كنا صغيرين طبعا كنا بنسمع بابا شارو، ده يمكن كان فعلا برنامج مؤثر جدا في الواحد فعلا، يعني كان الواحد بيستفيد منه، وكان يوم الجمعة هي كان بتستضيف شخصية من الشخصيات، وكان بتخلي الأطفال يحوروه ويعرفوا بعض المعلومات منه، فكان يعني برنامج مؤثر. وإيه البرنامج اللي خلاك تحب الإذاعة وانت صغيره؟ يعني حضرتك اكيد دخلت الاذاعه بعد قصه شغف وقصه حب، اكيد ما شاركتيش في الاذاعه. يمكن كان حديث بابا شارو وهو واحنا صغيرين، وبعدين عموما كانت المعلومه جميله، وكان بيعجبني قوي حديث الصباح، وكان بيعجبني قوي صوت الشيخ شلتوت الله يرحمه. يعني فعلا صوت مؤثر جدا، والواحد كان نازل المدرسه كده ما كان يسمعه كان بيبقى مؤثر جدا في الواحد. لكن كل البرامج الحقيقه كانت بتاع الاذاعه هادفه ومفيده، صحيح. والواحد كان بيستفيد منها يعني. صحيح صحيح. في اليوم العالمي للاذاعه بنشكر الاذاعيه المصريه الدكتوره هاجر سعد الدين رئيس اذاعه القران الكريم سابقا، صوت الاذاعه المميز اللي كلنا ربما بنسمع برامجها وبنستمتع بصوتها الجميل، وبنتذكره دائما بان هو يعني خير رسول لخير اذاعه في الاذاعات المصريه واذاعه القران الكريم. شكرا جزيلا دكتوره هاجر ونورتينا. شكرا ليكم، وكل سنه وانتم طيبين، ومصرنا بخير يا رب ان شاء الله. نورتينا. شكرا.